هل لقاء بن سلمان وأردوغان اليوم سيتبعه لقاء بين السيسي وأردوغان؟ يعني هذا يعني غير طبعا مؤكد، وغير يعني ربما يكون ليس وقته الآن، يعني لسه في علاقة، لا زالت هناك خلافات كبيرة جدا بين مصر وتركيا، يعني شهدت في الفترة الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة يعني تحريك صفو هذه العلاقات، لكن لا زالت هناك قضايا رئيسية يعني لسه لم يتم التوافق لها بين أنقرة والقاهرة. يعني المباحثات الآن بين القاهرة وأنقرة ربما تكون على مستوى الاستخبارات ومستوى وزراء الخارجية للاتفاق على شكل المرحلة المقبلة أو شكل العلاقة في المرحلة المقبلة، لكن لا أتوقع أن يكون هناك لقاء قريبا بين السيسي وأردوغان. هل يمكن للرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي أن يلعبا دورا في وساطة من هذا النوع؟ نحن نعرف طبعا ان العلاقات حتى السعوديه التركيه يعني شهدت في خلال الفتره السابقه فتورا كبيرا وركودا كبيرا، وبالتالي يعني خلال هذه الفتره منذ زياره الرئيس اردوغان للرياض وبدعم من خادم الحرمين الشريفين بدات هذه العلاقه بين السعوديه وانقره يعني المياه الراقده بدات تتحرك يعني، لكن حتى الان ايضا يعني لا يمكن ان نقول ان بالتاكيد يعني سيتم التناقش حول هذا الامر، لكن انا شايف من المستبعد ان يتم التطرق الى هذا الامر خاصه في الوقت الحالي دون الاتفاق على يعني القضايا العالقه بين انقره والقاهره.